أفضل هدف في هذه الجولة هدف لاعب نادي الاتحاد حامد الغامدي في مرمى الخليج. أفضل هدف في الجولة هدف لاعب النصر أنخيل حامد الغامدي. هدف حامد الغامدي أجمل هدف هذه الجولة. أحسن هدف في الجولة هدف حامد الغامدي لاعب الاتحاد. أجمل هدف لاعب نادي الاتحاد حامد الغامدي. أجمل هدف هدف أنخيل ونجم النصر. أفضل هدف في الجولة الخامسة لاعب الاتحاد حامد الغامدي. أفضل هدف هدف أنخيل لاعب فريق النصر هدف حامد الغامدي. أفضل هدف هدف مالكم في مرمى الخلود لودي. أفضل أهداف الجولة هدف البرازيلي مالكم لاعب الهلال في مرمى الخلود. أفضل هدف في الجولة هدف لاعب نادي الاتحاد حامد الغامدي. من الجهة اليسرى كريم بنزيما حط الكرة بدورة إلى حسام عوار ممكن يعدي بنزيما السلام بنزيما حاول بنزيما مرر الكرة حامد الغامدي قوي الله الله قنبلة ورونا بقية الأهداف يا شباب. أنجيلو 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 هدف نصران يا أول بروعة كبيرة للجناح الطائر للموهبة البرازيلية أنجيلو هدف نصراوي جميل جدا خدع الجميع أنجيلو الكل كان ينتظر اللقطة لكريستيانو لكنها خدعت العويشير وبعد ذلك دوسر إلى أقصى اليمين يعطي كرة من الجهات اليمنى إلى مالكوم مالكوم يأخذ كرة يحاول فيها مالكوم عدى وسدد الله مالكوم يسجل الثاني للهلال مالكوم الحركة المستمرة في الملعب هي جزء من شخصيته في الملعب مع كل مباراة وكل انطلاقة تجد مالكوم يكتب قصة جديدة مع الهلال الآن بتسديده يكتب قصة جديدة إلى جانب الهلال شوف الكرة المحاولة إلى مالكوم يأخذ كرة عدى فيها وتسديده في المكان البعيد يضع الكرة في المرمى حسام عوار ممكن يعدي بنزيما السلام بنزيما حاول بنزيما مرر كرة حامد الغامدي قوي الله الله قنبلة قنبلة اتحادية من الغامدي 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 صاروخ مع نهاية المباراة يا له من جول يا لها من قذيفة 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 في شباك الخليج الله على اللمسة الله على الكرة هدف الجولة هدف الجولة من حامد